يعود تاريخ رالي داكار العريق إلى العام 77 عندما انطلقت هذه المغامرة للمرة الأولى. بدأت الفكرة عندما ضل الدراج تييري سابين طريقه في الصحراء الليبية خلال منافسات رالي أبيدجان نيس، إذ وبعد إنقاذه من ظروف قاسية بين الكثبان الرملية عاد إلى فرنسا وهو ما يزال مأسورا بالمناظر الطبيعية التي شاهدها، قاطعا عهدا على نفسه بأن يشارك ما اختبره من أشياء مبهرة مع أكبر عدد من الأشخاص. فتبدأ التخطيط لمسار يبدأ من أوروبا ويتواصل إلى الجزائر عبرا أكاديز قبل أن ينتهي في داكار. وقد صاغ مؤسس الرالي شعارا ملهما للحدث: تحدي لمن يقدمون عليه، حلم لمن يبقون في الخلف. وبفضل إيمانه الكبير وأن قليل من الجنون أساس كل الأفكار العظيمة، سرعان ما تحول الحلم إلى حقيقة. وفي 26 ديسمبر من العام 78 تواجدت 182 مركبة في ساحة دو تروكاديرو في باريس من أجل خوض مغامرة بطول 10,000 كيلومتر نحو المجهول، معلنين انطلاق أول نسخة من رالي داكار. ومن بين 74 متنافسا فقط تمكنوا من بلوغ العاصمة السنغالية. كان سيريل نوفو على متن دراجة ياماها 500 XT هو من سطر اسمه كأول فائز بأعظم رالي في العالم. ومنذ ذلك الحين استمر الحدث في تأقلم مع ظروف وتطور نحو جرأة تخطى بها ما سبق القيام به، حيث فاز بشغف المتابعين والعامة عبر قصص مغامرين عاديين يتحدون الصحاري والطبيعة بموارد محدودة. وفي العام 86 كان الحدث ومتابعوه على موعد مع خبر محزن عندما خسر رالي مؤسسه تييري سابين الذي رحل عن عالمنا من بوابة الحلم الذي جعله حقيقة، إذ تعرضت طائرة الهليكوبتر لحادث أليم خلال منافسات رالي داكار ذلك العام، حيث اصطدمت بالكثبان الرملية خلال عاصفة بينما كان يبحث عن المركبات العالقة في رمال الصحارى الكبرى. لكن الإرث الذي تركه سابين سيعيش إلى الأبد، والسباق الذي كان ملهمه تطور ليصبح حدث راليات السنوي الأكبر في العالم، السباق الذي أقيمت منافساته في كل عام باستثناء 2008 حين تم إلغاؤه إثر مخاوف أمنية. ومع كل نسخة تقام من الرالي تكتب صفحات جديدة في تاريخ ذلك الحدث الاستثنائي، إذ تحكي كل منها قصة مآثر غير عادية للسعي البشري وحفر بعض الأسماء على حائط الأساطير. أسماء مثل ستيفون بيترونسيل الذي فاز بالحدث 13 مرة مع انتصارات في كل من فئتي السيارات والدراجات النارية. أري فاتنن اسم آخر خلد في التاريخ عبر فوزه برالي داكار لأربعة أعوام متتالية ضمن فئة السيارات بين 87 و 91. وكان للمشاركات النسائية نصيب بارز في داكار، حيث كانت تويوتا كلانشميت أول امرأة تفوز بإحدى المراحل في داكار في 98، وذلك قبل أن تتخطى ذلك الإنجاز عندما باتت أول امرأة تفوز بالرالي الأقصى في 2001 خلف مقود سيارة ميتسوبيشي. وبالنظر إلى تاريخ الحدث من بدايته وحتى يومنا هذا، يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاثة فصول مميزة تشكلت عبر الأراضي والتضاريس التي زارها قطار داكار والأشخاص الذين لمستهم تلك المغامرات. من بدايته الأولى الملهمة خارج أوروبا ونحو الظروف القاسية وسط المناظر الجمالية في القارة الإفريقية، تطور داكار في مكانته الأسطورية مارا من 30 دولة سارقا قلوب المشجعين والمتنافسين على حد سواء، يربطهم جميعا روح المغامرة والإرادة للسعي نحو المجهول. مع ذلك فقد جلب نجاح الحدث ونمو شعبيته عالميا مخاوف أمنية، إذ صعد ذلك الأمر في 2008 عندما ألقى الإرهاب الغاشم بظلاله على ما كانت لتكون النسخة 30 على التوالي من الحدث العريق، ما اضطر المنظمين إلى إلغائه في ذلك العام. لكن روح داكار التي نبتت جذورها في رمال صحراء القارة الإفريقية وتم صقلها ضمن تضاريسها القاسية ومناظرها الخلابة استمرت دون تراجع. شهد العام 2009 صعود داكار من جديد وإعادة ولادته في قارة أمريكا الجنوبية التي احتضنت ملايين المتابعين المخلصين والشغوفين بالحدث عبر فصل دام لعقد من الزمن، عبر فيه الرالي القارة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلنطي عابرا بالأرجنتين، تشيلي، البيرو، بوليفيا والباراغواي. وقد شهد كل عام في ذلك الفصل من تاريخ الحدث اصطفاف جحافل من المشجعين، حوالي 4 ملايين متابع على طرقات رالي داكار لمشاهدة معارك المتنافسين ضمن ظروف صعبة وفريدة عبر تضاريس أمريكا الجنوبية، من الصحاري الشاسعة إلى المرتفعات المذهلة والمسطحات الملحمية والمائية، حيث حفرت أرض أمريكا الجنوبية مكان ثابتا لها في رالي داكار. تسجل 2020 بداية فصل جديد في قصة رالي داكار مع انطلاق قطار الحدث إلى الشرق الأوسط، حيث ستمثل رمال صحراء المملكة العربية السعودية عودة إلى أصول داكار وتتجه لكتابة حكايات مغامرات جديدة على صفحات تاريخ ذلك الحدث الخالد.